لحظة واحدة، لحظة واحدة. حضراتكم اتكلمتوا على العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هناك متوسط عام على مستوى الجمهورية. المتوسط العامي حتى 3.4 رجل. الموازنة اللي حضراتكم معتمدينها 3.2. ما هو الدليل ودي معالي الرئيس البتاع لحظة واحدة. ما وصلش بتاعه هو يا سيادة الوزير، ما هي لحظة ولحظة. طيب ما خلاص نمشي. اللي بيتكلم عليه هو ما وصلش للعليل. ما وصلش المركز اللي هو بيتكلم. اتفضل حضرتك تعالى لي بكره الصبح الساعة 10 وانا اوريك دراسة سيادة النائب. بس اتفضل. اتفضلوا لحظة واحدة. انا ما قاطعتكوش. انا لم اقاطعكم. ربما اكون مخطئ في كلامي. من يريد ان يثبت عكس ذلك اهلا به. انا بقول لك المتوسط على مستوى الجمهورية 3.4. حقق الموازنة. وراجع حضرتك النهارده وكنت مع عمرو الجرحي، الصرف للقمح والدقيق اكتر من الموازنه. الموازنه 9.6 مليون طن. احنا وصلنا ل 10.1. وانتوا المجلس، انتوا المجلس حماة الموازنه ووضع الارقام. اللي بيقول خمسة، ودي أحد المفارقات الخطيرة في هذا النظام. قلنا للناس لما كان الرغيف بيكلف 20 قرش وبقول له النقطة ب 10 ساغ، كان معقول. الرغيف النهاردة بيكلف 56 قرش وأقول له النقطة ب 10 ساغ، لازم يطلع الخباز الذكي يقول له خد الديك كله ببلاش وأنا شغال لك. فإذا هناك خلل في موضوع الخمسة والثلاثة والنقطتين. عايزين تحولوها. ما تفهموش ده دعم نقدي. قيمة مالية قصاد أرغفة زي التموين نقدر نعرضها على حضراتكم ونشوف. النقطة كلها ما ينفعش نتكلم بطلبات لا يوجد اعتماداتها. لا ما ينفعش نتكلم في طلبات ما فيش اعتماداتها. فالاعتمادات النهارده موجوده بالمنظر ده.